بسم الله والحمد لله، ربنا اهدنا وراجع بنا وزدنا من حبك إيانا، وبارك لنا في قولنا وفكرنا وسعينا، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. الآن بمشيئة الله وتوفيقه أذكركم البعض ما قاله العبد الصالح الذي عاش في القرن الرابع هجري وهو النفلي رضي الله عنه. قال: سأشيدك بآثار النظر مواضع التسبيح، فاذهب عن كل آثار بكل آثار تذهب عن زخارف الجنة وعن بأساء النار. يعني شوف، يعني زخارف الجنة لن تجري لك إن بلغت هذه المرتبة، ولم تعاني من بأساء النار. فذلك يقول: كما يأتيك التثبيت في تهجدك كذا يأتيك التثبيت في يوم مولدك. يا سلام، شوف الشاعرية، شوف الأنوار، شوف الأجمال، جمال المولد. فمالك يقول عن أصحاب العبادة الوجهية: وقال لي أهل العبادة الوجهية أهل الصبر الذي لا يهرم، وأهل الفهم الذي لا يعقل. كذلك يقول: كل أحد في الجنة يأتيني فيقف في مقامه، إلا أهل العبادة الوجهية فأنهم يأتوني مع الناس عامة، وآتيه من دون الناس خاصة. كذلك يقول: وقال لي: فضل المنزل الذي آتيته على المنزل الذي لا آتيه، ففضلي على كل ما أنا منشئه. وقال لي أهل العبادة الوجهية: وجوه الناس ترفع إليهم الوجوه يوم القيامة. وقال لي: إنما شهدتك الآثار بعد الآثار ليذهبك عن الجنة والنار، لأن الآثار هي الأغيار، أي الأفكار التي تلين عن الله، أي الخواطر التي هي سلاح يد الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.